ما هو بص، كل يوم الساعة 6 وانت قاعد في امان الله هتلاقي العبد الله جاي لك باخبار وصفقات قطبي الكرة المصرية. يعني شير بقى للحلقة ولايك واشترك في القناة عشان ما تفوتش حاجة، وتعالى بينا نشوف مواضيعنا النهاردة ايه. الموضوع الاول معانا، مين هو المدير الفني اللي بيقترب من قيادة النادي الاهلي بنسبة 70%؟ والموضوع الثاني هو اللاعب الاردني اللي بصفات عالمية وبيقترب من النادي الاهلي. اما بقى الموضوع الثالث بيخص نادي الزمالك وهو عقد زيزو الجديد. ثلاث مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيهم، فتعالى بقى نبدا حلقتنا. بس قبل ما تيجي عشان تفضل في ملعب على طول مع ملعب فتحي، اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان تحضر لايك وشير في كل مكان، ويلا بينا على الحلقه. نبدا بقى من الموضوع الاول، هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. امبارح واحنا قاعدين في امان الله لقينا الكابتن احمد شوبير منزل على صفحه الفيسبوك بتاعته بوست صغير كده ويقول لك شكلها الماني ولا ايه. معنى الحكايه دي يبقى المدير الفني اللي بيقترب من النادي الاهلي جنسيته المانيه. والنهارده واحنا قاعدين لقينا فرج عامر بينزل التويته بتاعته المعتاده ويقول لك اودي هودر يقترب من قياده النادي الاهلي. يعني واحد يقول لك الماني والتاني يقول لك اودي هودر، ولكن اودي هودر بصفات المانيه. يعني ممكن يكون الاثنين متفقين، بس خلينا احنا في موضوعنا وتعالى شوف الاسمين اللي معروضين على طاولة النادي الاهلي وبيقتربوا بشدة من قيادة النادي الاهلي. اول اسم معانا هو الالماني ماركو روزا. ماركو روزا المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند، ولكن خليني اقول لك ان مش ده المدير الفني اللي عليه العين، وده اي نعم موجود على طاولة النادي الاهلي ويقترب من القيادة ولكن بنسبة 30-40%. تعال بقى نشوف المدير الفني الثاني اللي هو بيقترب بنسبة كبيرة جدا بنسبة 60-70%، والمدير الفني دوت فهو مدير فني نمساوي يسمى اودي هوتر. اودي هوتر يقترب بشدة من تدريب النادي الاهلي، هو ده اللي قال عليه الكابتن فرج عامر في البوست بتاعه. وكمان بعد التقارير الصحفيه الالمانيه ربطت اسمه مع النادي الاهلي، وانا بقول لك ان المدير الفني ده بيقترب بنسبه كبيره من قياده النادي الاهلي. وعلى اي حال الكابتن حسام غالي موجود الان في المانيا عشان يخلص كل حاجه، وخلال 3 4 ايام هيكون الاعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. ندخل بقى على اللاعب الاردني اللي بصفات عالميه بيقترب من النادي الاهلي. لاعب يسمى بنسخه رياض محرز الاردنيه، لاعب جناح يمين ولكن جناح فتاك بمعنى الكلمه. انا اتفرجت له على فيديوهاته ومهاراته قويه جدا، ولو جه النادي الاهلي هتبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي. اللاعب ده اسمه موسى التعمري. موسى التعمري في مفاوضات كبيره جدا ما بينه وما بين النادي الاهلي، وممكن يكون صفقه من صفقات النادي الاهلي الجديده. ندخل بقى على الموضوع الثالث، وهو موضوع احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك. احمد سيد زيزو اللي كان محور حديث كبير جدا للاعلاميين في مصر، كان جاي له عروض فخمه جدا منها عرض الريان القطري ب 60 مليون جنيه في الموسم، ولكن احمد سيد زيزو بيكذب كل الاقاويل ومستمر مع نادي الزمالك. بعد الاعلان الرسمي من مستشار مرتضى منصور ان احمد سيد زيزو جدد مع الزمالك لمده 3 مواسم قادمه. ولحد هنا يكون خلصت مواضيعنا وخلصت حلقتنا النهارده. بس اوعى تخرج من الملعب وخليك مع ملعب فاتح، واعمل شك في القناه وفعل زر الجرس واخبط احضر لايك وشارك في كل مكان. دمتم في امان الله.